أقامت كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك في جبل عمان بمشاركة كنيسة مار يوسف للاتين قداساً احتفالياً بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس. ترأس القداس الأب الأشمندريت نادر صوق بمشاركة كل من الأب وسام منصور والأب جوزيف السويد. وأكد الأب السويد في عظته على أن الصليب هو مفتاح الحياة وسلاحنا الروحي، وهو علامة انتصار المحبة على الحقد والكراهية. إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله، أو فهي قوة الله. كلمة الصليب هل اليوم جايين نتأمل فيها أنا وياكم ونشوف قديش كانت الكلفة غالية، كلفة خلاص كل واحد منا. وقت اللي منقول صليب كنا نسمع شيء قاسي، شيء مهول بخوف مرعب. صرنا بس نسمع إشارة صليب أو صليب نحس بالظفر بالانتصار بالغلبة. لما كنت اطلع بوجوه كتار من الناس هاللي وجوههم تعبانة، يمكن ضربهم اليأس أو الإحباط، كنت أصرخ بوجهن ترنيمة ترنمت فيها على فترة طويلة لحنت أوعى تيأسوا مرة بتيبسوا، أوعى تنعسوا وتغفوا على اللي صار، أوعى تلبسوا من قماشة العار نشدوا على اللي بيبقى تما تصيروا الورقة الصفرة حد النار. كنت قلن هاللي عنده يسوع ممنوع انه يعيش حالة يأس، ما عنده شي بحياته اسمه إحباط. حتى الألم اجا ربنا وعطاه معنا، وصرنا منقول شلحوا الخوف منيح واللون المحير، هبوا مثل الريح على الخايف يتغير، دقوا باب السر المن زمان مسكر واصرخوا طيهر ورق الخوف الأصفر. ليش؟ لأنه أنتوا أبناء الرجاء، أنتوا أبناء القيامة. كنت أنا وصغير اسمع ترنيمة أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيباً، تعرفوها منيح الترتيلة، أترك كل شيء تعطى كل شيء واحمل الصليب، تعال إني اخترتك لي عونا العلا يدعوك، تعال. وكنت أسأل طب إنه معقول واحد بيحمل الصليب وبده يضل حامل الصليب وهيدا الوزر هالقد تقيل؟ حتى فهمت إنه بالنهاية الصليب منه أداة عذاب فقط، مع يسوع صار العبارة إلى ميناء الخلاص. وقد تم تنظيم مسيرة مضاءة بالشموع ورفعت الصلوات والأدعية، أن يحفظ الله وطننا في أمنه واستقراره، وأن يحل السلام في ربوع شرقنا العزيز. وبعدها أقيمت أمسية ترانيم في ساحة كنيسة مار يوسف للاتين، تلاها إشعال النار وتوزيع الرمان.